ومن ثم لو أن شخصا حمل صبيا فكان وجه هذا الصبي إلى وجه الحامل، سيكون البيت عن يمين هذا الطفل، فهل يصح طوافه أو لا؟ الجواب لا يصح، لأنه لم يطف جاعلا البيت عن يساره. ولو اعترض علينا معترض، هذا الاعتراض يحمل لواءه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذ قال يصح طوافه، ودليله أن المرأة التي رفعت الصبي قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام أو يرشدها إلى أن تراعي هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالمرأة كانت جاهلة، فلما لم يخبرها دل على أن الطفل لو طيف به محمولا على هذه الصفة فإن حجه صحيح. والذي يظهر لي أن حجه لا يصح، لأن الاستدلال بحديث المرأة ليس دليلا على صحة الطواف، إذ إن هذه المرأة تعرف الحج، وإذا قالت ألي هذا حج، وما دامت أنها تعرف الحج فهو الحج الذي على الصفة المعروفة.